وفي السياق ذاته سعياً لتحقيق توازن أفضل لخريطة التكوين لما في ذلك التكوين في العلوم الطبية. أدعو وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للشروع في إحداث هياكل استشفائية في جميع أو في جامعية استشفائية جامعية في المدن التي تتوفر على الإمكانات المادية والبشرية في جنوب البلاد، أقول في جنوب البلاد، قصد فتح تخصص الطب لدى المؤسسات الجامعية المعنية الأكثر استعداداً لذلك، ولتكون السنة هذه محطة إضافية في مسار دعم الجامعة وازدهارها. أعلن على بركة الله افتتاح السنة الجامعية 2011-2012. وفقنا الله وإياكم جميعا وسدد خطانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، باسمكم جميعا أريد أن أشكر فخامة السيد رئيس الجمهورية على هذه الكلمات المشجعة تجاه الجامعة الجزائرية، وسنعمل كل في موقعه من أجل تجسيد هذه التوجيهات في أرض الواقع. وأود مرة أخرى باسمكم جميعا أن أجزي الشكر إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، وأقول له بأن توجيهاته التي تفضل بها فيما يتعلق الجنوب فسنعمل على أن نتكفل بها في أقرب وقت.